اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام، فلوق جديد من الماتش اللي غادي يجمع بعد قليل الكوكب المراكشي بالنادي القنيطري على حساب الجوله السابعه من البطوله الاحترافيه. كما العاده الجمهور كما تشوفوا حاضر بقوه. نشوفوا التوقعات ديال الجماهير نتيجه المباراه. خويا كيفاش يبان لك الماتش اليوم؟ خويا نتيجه المقابله الفوز ديال الكوكب المراكشي ان شاء الله، رغم صعوبات الخصم اللي غادي نواجهوا. رغم صعوبات الخصم والمقابله اللي هي ذو طابع نيتي منذ زمن طويل، فريقين ذو تاريخ كبير في البطوله الوطنيه، ولكن هذا الشيء ما تيسمحش ان شاء الله باش غادي نتفرو بثلاثه نقاط ان شاء الله اليوم. ان شاء الله انا بغيت الكوكب، بغيت الكوكب تربح ياك، ولكن خص الناس ديال مراكش يتعاونوا مع الكوكب، ما بقاوش يديروا هذوك التصريحات غير عشوائيه. خليوا الكوكب تمشي في المسار ديال الجيل. الله يجازيكم بخير كاع الجماهير ديما. الكوكب تمشي، بينا الكوكب ترجع للبريمير سيري ان شاء الله في المراحل. ان شاء الله بينا 3 بوان، 3 بوان زين على قبل 3 بوان. تجي ماكوكا تجي ماكوكا كون بنا 3 بوان السنه. جينا انا والدري ندوم مع الكره وجبناهم درنا لهم خاطرهم، وبينا الكوكب ان شاء الله تغلب. دير شي 4-0 ولا ان شاء الله غادي تكون مقابله زوينه مع فريق النادي القنيطري اللي هو الكوكب المراكشي. تيستحقوا مكانه بين الكبار، واليوم كاين واحد الاحتفاليه ان شاء الله وجمعات الكوكب تجي مورا هذه الفرقه هذه وتجي مع كوكب. الرحلة ديالنا بعدا سبيسيال، جيت في اوتو ستوب من القنيطرة لكازا اوتو ستوب، ارتاحينا تغدينا تما، دزنا الجديدة عاوتاني واحد خانا دوزنا تما بتنا في الزنقة اخويا ما نكذبش. جينا لمراكش في اوتو ستوب عاوتاني وصلنا، فهمتي زايرة ودراهم الله غالب، ولكن اهم حاجة هي جيت تشجع الكاك وما نسمح فيك وديما خير. شحال التوقعات جاك للماتش؟ خويا جل واحد مربوح الكاك ولا جوج الزايره هنا خويا مزيان. مراكشي رحبوا بنا احسن ترحاب الرجوله خويا، مرحبا بك انتوما اللي جيتوا خويا. مالك رحبوا بنا ما ثلاث ايام وحنا بايتين عندكم. السلام عليكم، حنا جينا من قنيطره اوتو ستوب انا والدري صاحبي، وصلنا والحمد لله، وتحيه للناس الجديده اللي بيتونا تما عندهم، وناس مراكش اللي رحبوا بنا بزاف وتعاملوا معنا وهي تشيكي. وحنا شوف الطريق شحال ضاربين وبتنا نتمناو واحد العشيره تما، رحبوا بنا احسن ترحيب شفتوا. تحيه ليه وجا لدارهم والله بزاف، شي حاجه اللي ما كنتش بحال والدينا ماشي اللي ما تخيلتهاش انايا. والصراحه شوف شحال ضاربين ديال الطريق، نتمناو من هذه الفرقه وهاد المسؤولين يفيقوا شويه ويتعاملوا معنا على وجهها. انت راه على هذه درنا ما عادش شوف شحال ضاربين وشحال سرنا، ولكن هاني كل شيء هون على شان الخلق. نتمنى من المسؤولين يشوفوا لنا شي حل ويدخلوا اللعابه مزيانين، وان شاء الله نطلعوا البريمير سيري هذا العام والحمد لله، والعز كاع بهجاوه وجديين وديما خضره، فين ما مشينا ديما خضره.